السؤال الثاني. نعم شيخنا، بما أن الحرب قائمة بيننا وبين اليهود، فهل يجوز الشراء من اليهود والعمل عندهم في بلد أوروبا؟ الشراء من اليهود؟ نعم، والعمل عندهم في بلد أوروبا يعني. نحن لا نفرق بين اليهود والنصارى من حيث التعامل معهم في تلك البلاد. مع الكفار والمشركين إذا كانوا ذميين أهل ذمة يستوطنون بلاد الإسلام فهو أمر معروف جوازه، وكذلك إذا كانوا مسالمين غير محاربين أيضا حكمه هو هو، أما إذا كانوا محاربين فلا يجوز التعامل معهم سواء كانوا في الأرض التي احتلوها كاليهود في فلسطين أو كانوا في أرضهم ما داموا أنهم لنا من المحاربين، فلا يجوز التعامل معهم إطلاقا. أما من كان مسالما كما قلنا فهو على الأصل جائز.